الحمد لله على سلامتكم. يسندوا فيش احنا نقعد جنبهم، يسندونا بوقت صعب، يعني وقت ما اولاد يموتوا ما لاقيش حدا جنبي، اكون لحالي، اروح لشفا، اجري من هان لهان لحالي، مش حدا معاي، يكون اسمع ما بس ابن الضيله وجوزه. الحمد لله فيش الواحد، فيش استنى ان الواحد يقعد بنتفى يستقر، انه من ناحيه كمان فيش اكل، فيش حياه، الواحد تعب، احنا تعبنا من القعده من غير شيء، والله من اول حرب واحنا من نتنقل من نتفى لنتفى، ما في نتفى الواحد استقر فيها، وقعدنا من هان لهان من هان لهان، الواحد انه يستقر، خبطونا طلعنا نفدنا بأولادنا، كانوا أولاد سالمين الحمد لله، كانوا صبتهم خفيفة، رانا على الصبرة، نزلوا دار علينا، طلعونا من تحت الأنقاض، الأولاد راحوا مع سيدة الحمد لله، وقعدنا تصوتنا، يمكن قعدنا فترة كبيرة، جوز تصوب وكان عنده كسر بالحوض ومناشير، وقالوا لنا أخلوا على الجنوب والطريق آمن فيش تفتيش. الوضع كان صعب، أحزمات نارية، قبض شنطة من هان لها، احنا نتمنين نرجع لحياتنا، صحيح اولادي راحوا بس كله بتعود ان شاء الله، فيش عند الله بروح الحمد لله.